وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتور رامي عاشور المحلل السياسي وأستاذ العلاقات العامة الدولية بجامعة القاهرة. دكتور رامي، بعد التحية، كيف يعقل أن تكون قطر عضوا في منظمات عربية لكنها تستمر في التحفظ على قرارات تستنكر التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لدول عربية؟ أو بمعنى أوضح، ما سبب هذا النهج القطري الشاذ عن الإجماع العربي؟ أهلا وسهلا بحضرتك وتحياتي لحضرتك والشعب البحريني الكريم الشقيق. أهلا. الحقيقة أنا يعني موضوع السياسة القطرية، أنا يعني عايز أوضح للسادة المستمعين إن هي بتعتمد على حاجتين. السياسة القطرية في الشرق الأوسط، أول حاجة فرض قطر نفسها كعامل مؤثر في المعادلة الأمنية والسياسية في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، إن هي بتحاول تفرض نفسها كعامل مؤثر بعيدا عن المصالح العربية، وإنما فقط توظيفا لمصالحها هي المتعارضة مع كثير من الدول العربية، وربما تكون المهددة للأمن القومي العربي بشكل أجمع. الحاجة الثانية إن قطر بتحاول يعني تقص أظافر أو تأقلم أظافر النفوذ العربي أو نفوذ التحالف العربي تحديدا، التحالف الرباعي العربي، في الملفات اللي بتخص الأمن القومي المصري أو الأمن القومي الخليجي. بمعنى أدق، إن هنيجي بقى عشان نعمل إسقاط على الكلام ده علميا، قطر بتحاول تعمل أو بالفعل بتعمل نفوذ لها بالتنسيق مع القوتين المؤثرتين في الشرق الأوسط اللي هم تركيا وإيران، ده غير طبعا ناهيك عن التحالف مع إسرائيل، لكن الأوضح التحالف مع تركيا وإيران في أكتر من مسألتين فيما يخص حتى السياسة الخارجية المصرية، إن هي بتعزز النفوذ التركي في ليبيا في الحدود الغربية من مصر شمال أفريقيا، والحدود الجنوبية أيضا في منطقة القرن الأفريقي تحديدا في إثيوبيا. نعم دكتور رامي، كيف تنظرون للدور القطري التخريبي في ليبيا، خصوصا في الوقت أو في ظل المبادرة المصرية التي تسعى لإيجاد حل سياسي لهذه الأزمة؟ تمام، بص حضرتك، احنا هنا في مصر للأسف الموضوع القطري، السياسة القطرية في ليبيا بتعزز من الوجود التركي، تمام، لأن قطر لها وظيفة أو دور معين في ليبيا، وهو دور التمويل، تمويل السياسات التركية في ليبيا. بمعنى أدق، إن هو عايز يعمل زي تحالف أو تكتل يهدد أمن مصر القومي من خلال الحدود الغربية، وبالتالي ده بيؤدي للتصعيد من ناحية تركيا، وربما يجر مصر للدخول في حرب في ليبيا. طيب أنا دلوقتي عايز أجر مصر للدخول في حرب في ليبيا، أنا هستفيد إيه كقطر؟ هستفيد إن أنا هوقع الاقتصاد المصري، وإن أنا هشغل مصر بحالة الدفاع عن بقائها، وإن أنا هفتت الاقتصاد المصري من خلال دخوله في حرب مع تركيا على الأراضي الليبية. وربما الأمر ده، يعني لو حضرتك تلاحظ ان قناة الجزيرة في نفس الوقت تصعيد مصر مع تركيا في ليبيا، قناة الجزيرة كانت بتعيد بس التصريحات الاثيوبية اللي هي بتؤكد على ملء اثيوبيا للسد النهضة وضرب المصالح المصرية عرض الحائط. فده في علم العلوم السياسية اسمه سياسة شد الاطراف، ان هي بتشغل القيادة المصرية نفسها عن بالدفاع عن بقائها، بعيدا عن ان هي توظف دورها او نفوذها الاقليمي في دول الجوار، ربما حتى وده ضيع على مصر فرص كتير قوي في ان هي تعمل مواءمه دوليه خاصه مع الجانب الروسي او الجانب الامريكي فيما يخص موضوع ليبيا. وبناء عليه الرئيس السيسي لما طلع اتكلم وحدد مناطق معينه وقال ان دي خط احمر، وان مصر عندها اتم استعداد ان هي هتدخل بقوه اذا لزم الامر، دي كانت رساله للقوه الكبرى ان القوى الكبرى لازم تعمل اللي عليها عشان الوضع ما يتفاقمش، لان الوضع لو تفاقم ومصر دخلت في حرب مع تركيا في ليبيا الكل هيخسر، الكل هيخسر بنتائج الحرب دي حتى القوى الكبرى نفسها. نعم بكل تأكيد. الدكتور رامي عاشور المحلل السياسي وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الأخبار، شكرا جزيلا لك.